السلام عليكم يا البنات حباباتي. اليوم جبت لكم طريقه تاع السكر ملون والمنكه. البنات قبل كل شيء الصور منقوله، ولكن الفيديو تاعي الصور منقوله باش ما كاش وحده تجي تقول لي كيفاه ومنه ملها، فهمتوني؟ البنات السكر ملون منكه لجميع المناسبات. الطريقه تاعو سهله وبسيطه. نبدا لكم بسم الله على بركه الله. واش نحتاجو؟ كما راكم تشوفوا امامكم نحتاجو سكر ابيض، السكر العادي يا البنات، ماشي سكر ناعم، السكر العادي. نحتاج ملون غذائي، اللي تحب تدير بلا نكهه دير غير الملون فقط، اما اللي تحب النكهه تدير ملون غذائي منكه. فهمتوا البنات؟ هذه القاروره شريتها قيل 10000 ولا 15000، والله ماني حاسيه. اما اللي ما تحبش تنكه السكر تاعها دير غير ملون عادي. انا حبيت نديرهم في الزوج باش نتحصل على اللون اللي حباته. هنا انا اخترت الذوق تاع الشمينغوم، نجيب السكر تاعنا، نزر قطرات فقط من المنكه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا نجيب الملعقة ونقعد ندخل اللون ولا العطر في السكر ونقعد نحركه فيه حتى نشوفوا اللون تاعو اللي انا حابينه، نتحصلوا على اللون اللي نحتاجوه. يعني صراحة ما يخش معنا وقت، وكمشروع مربح جدا للبنات اللي تحب تخدم في دارها ولا غير البنات. انا لاحظتو بلي مشروع مربح. السعر البيع تاعو البنات يتراوح من 50000 حتى 60000 حسب الكميه. هنا كذلك انا حبيت نزيد اللون كما راكم تلاحظوا، زدت قطره من اللون ونقعد ندخل في اللون تاعي في السكر. هنا خليته حتى تخلى اللون في بعضه ورجعت ليكم. هنا اوليكم اللون اللي احتاجيته انا البنات. هنا انا درته باللون الازرق، الحرية الاختيار لكم، ديروه بالاحمر الاخضر كيما حبيتو. يعني هذا نديروه في الاعراس وفي العقيقة وفي كل شيء. هنا جبت قطرات من الماء ونقعد نشوف، نخليه يتشمخ حاجة قليلة البنات، مش تروحوا تقووا بزاف الماء. ديروا غير قطرات وتلاحظوا اذا كان الشكل تاعو هذاك هو بقاو تخدموا به، اما اذا كان ماشي هو زيدوا له الماء، لان هو ما يخش معنا بزاف صراحه انا البنات. هنا الماء تحركوا مليح باش الماء يدخل في كامل البلايس، عفوا في كامل السكر. هنا نزيد بالقطره تاع البنات، ما نقويش في الماء، نخاف نجريه ولا نخاف ما يعني يقوى لي الماء، فهمتوا؟ هنا صيبوا البنات بعد ما كان الماء صيبوا دخل في السكر تاعي كما راكم تشوفوا امامكم. نجيب المول تاعي تاع السيليكون البنات. ليمول انواع واشكال، انا اخترت شكل قلب، ولكن اللي عندها ليمول تاعها تزير ليمول عادي. ها هما البنات، هذو حد علمي كانوا جدد، شيتهم 60000 للمول الواحد. البنات المول تاعكم ديروه على صينيه، لانه تكون ما ديروش على صينيه من جو تهزوا المول السكر تاعكم الا كان مضغوط ومزير غادي يتفركت، فهمتوا البنات؟ هنا البنات انا راني دايره الفور تاعي يسخن، كي بديت نخدم في السكر درت الفور تاعي يسخن. هنا نقعد نعمر في ذوك القلوب تاعي ونضغط عليهم الماكسيموم، لانه القلوب باش يجوا مزيرين وما يتفركتوليش كي نخرجهم من المول ولا كي يطيبولي ولا كي ينشفولي.
هنا كامل الحبات نغطي عليهم. هنا البنات شوفوا كي تولوا تعمروا عبينا بلي السكر يولي يحيد لكم على الجوانب نورمال، ما تخافوش منه هذاك السكر حتى ويطيب تعاودوا ترجعوه وتعاودوا ديروه الماء وعاود يولي كما راكم تشوفوا امامكم نورمال، يعني يولي سكر عادي مشمخ وتقدروا تعاودوا تخدموا به. وتضغطوا على البنات، من الاحسن انكم تضغطوا كي ديروا السكر تاعكم، حاولوا انكم تضغطوا بالملعقه تضغطوا الماكسيموم باش قلت لكم تجي لكم الحبه مزيره ما تفركت لكمش كما راكم تشوفوا فيا انا راني نضغط. والجوانب راني نزيد نديرهم في الحبات في عفوا في الليمول. انا نكمل هذا ونرجع لكم. هنا شوفوا البنات انا بعد ما كملت كامل المول تاعي عمرت فيه، قلت لكم هذوك الزوائد اللي يكونوا مع الجوانب نورمال تخلوهم عادي. هنا البنات انا نروح نديرهم في الفور، الفور قلت لكم انا قبل ما نبدا الخدمه نديره يسخن مليح على درجه عاليه، وكي نجي راح ندير الصينيه تاعي في الفور نطفيه قبل ما ندير السكر تاعي يطيب، يعني تطفوا الفور باش ديروا الصينيه تاعكم تاع السكر، فهمتوني يا البنات؟ ما مش تروحوا ديروها ديراكتومو والفور شاعله باين تولي لكم مسيله، فهمتوا يا البنات؟ دائما دائما فهموني يا البنات. هنا انا درته في الفور ورجعت ليكم. هنا بعد ما درته في الفور كان نشف لي السكر، حسيته كي دخلت يدي عليه وحطيت يدي عليه لقيته ناشف، نشف لي هنا وخليته حتى برد لي باش نحيه من السيليكون. هاوليكم امامكم كما راكم تشوفوا فيه، شفتوا السكر هذاك تاع الجوانب كيفاه ولا عادي ينشف وتقدروا حتى تعاودوا تخدموه. طريقه تاعو سهله وبسيطه البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه تاع اليوم تاع السكر الملون، والشرح يكون مفهوم وبسيط. هنا البنات تقدروا تحافظوا على السكر تاعكم لمده طويله. انا هنا عندي علبه دائما ندير فيها كي تكون عندي طلبيه، نحط في العلبه ونخليها. السعر البيع البنات 100 حبة و 50 ألف، 100 حبة ب 50 ألف. ان شاء الله نكون البنات فدتكم بطريقة تاع اليوم، وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم البنات. ما تنساوش تدعموني وتشاركوا في القناة. مع السلامة الى ملتقى ان شاء الله.